وتنضم الينا في استوديو السيده ناديه البيلاسي محلله اولى او محلله في الاسواق الماليه. اهلا بك سيده ناديه. اهلا عبد العزيز. بدايه، الجميع يراقب قرار الفيدرالي الامريكي بين التوقعات بالخفض بمعدل 25 نقطه اساس و50 نقطه اساس، اي الخيارين اقرب وفق المعطيات؟ وفقا للمعطيات يعني حسب الفيد واتش تول في 60% يعني يتوقعون الماركت وايدلي انه سيكون في تخفيض بنسبه 50 نقطه اساس، وهذا كمان كان تصريح وفقا على تقريرات من بلومبرج ايكونومكس التي ايضا يتوقعون تخفيض بهذا المقدار، وهذا المقدار طبعا سيصب في صالح الاسواق اليوم، واذا كان بمقدار 25 نقطه اساس فهذا سيكون صدمه للاسواق ولا يعني مش هيكون بحلول إيجابية أيضا. نعم. طيب ما هو الانعكاس الذي سنراه على مختلف الأسواق، أسواق الأسهم والسندات في حال تم الخفض بمقدار 50 نقطة أساس؟ طبعا هذا سيعتمد على الدوت بلوت اليوم الذي سننتظرها من باول، والتي يعني تظهر لنا المزيد من التخفيضات حول هذا العام بالربع الأخير، إذا سيكون في تخفيضات بمقدار 75 أو 100 نقطة أساس، وطبعا هذا يعني سيخفض من قيمة الاقتراض وسيعزز من تفاعل الأسواق، أسواق الأسهم وأيضا أسواق السندات، وسنرى أن الأسهم التكنولوجيا سترتفع بمقدار كبير بسبب هذا التخفيض. هل سنرى قفزة مثلا في كثير من الأسواق الأسهم السنة على اعتبار إذا ما تم تخفيض 50 نقطة أساس؟ يعني ممكن نشهد الداو جونز والأس أم بي يعني يقفزون بمقدار 600 نقطة مثلا، ويكمل هذا الأداء الإيجابي إلى الأسبوع الجاري، وأيضا المعطيات الذي شهدناها هذا الأسبوع الريتيل سيلز بيانات التجزئة أيضا تصف في صالح أن سيكون في تخفيض كبير من الفيدرالي. بالنسبة للذهب بين خيارات التخفيض ب 25 نقطة أساس و 50 نقطة أساس، ما هي الخيارات المحتملة؟ ما هو المتوسط الذي سيتحرك فيه؟ هل من الممكن أن نرى مثلا هبوط قوي مثلا للذهب في حال تم تسعير ب 25 نقطة أساس؟ يعني عبد العزيز السيناريو هو يدعم ال 25 نقطة أساس هو سيكون نوعا ما صدمة، لأن الأسواق تسعر منذ شهرين 25 نقطة أساس، ولكن من الأسبوع الماضي وفقا على البيانات التي نوعا ما كانت إيجابية يعني صبت في اتجاه الخمسين نقطة أساس، وأيضا وفقا على تقارير كل من البنوك الكبرى يعتقدون أن سيكون في 50 نقطة أساس، وذلك سيدعم الأسواق كل من أسواق النفط، أسواق الأسهم، أسواق السندات، ممكن أن نشهد ارتفاعات بهذا المقدار، وأيضا من جانب آخر السيناريو الآخر أن سيكون في تعزيز لمخاوف التباطؤ، إذا كان المقدار بالفعل 50 نقطة أساس فهذا سيعزز من الملاذات الأمنة مثل الذهب، ممكن أن نرى اختراق مستويات ال 2590 هذا الريكورد هاي الذي رأيناه الأسبوع الماضي، فممكن أن نخترق هذه المستويات، ولكن السيناريو الآخر لأسعار الذهب بحيث أن إذا انخفض سنرى مستويات ال 1500 وال 1574 هذه مستويات دعم رئيسية ممكن أن نترقبها. فيما يتعلق كذلك بأسواق النفط، لماذا نلاحظ استمرار أسواق النفط، وفي ذات الوقت هل نتوقع تدخل من قبل أوبيك بلس مثلا على اعتبار هذه المستويات السعرية؟ يعني على ما أعتقد أن أيضا مستثمري أسعار النفط يترقبون قرار الفيدرالي اليوم الذي أيضا يعني سيقوم بتخفيض في سعر الاقتراض والذي سيدعم الطلب على النفط، فإذا كان التخفيض كبير اليوم ونشهده اليوم أيضا سيعزز من الطلب على النفط، وأيضا طبعا من جانب آخر البيانات التي تأتي من الصين لا تزال تضغط على أسعار النفط، لذلك قرار اليوم سيكون حاسم لأسعار السلع. نعم، وبالتالي هناك ترقب لما سيصدر عن الفيدرالي الأمريكي على كل حال. إذا الصورة واضحة سيدة نادية البيلاسي محللة الأسواق المالية، شكرا لك. شكرا لك عبد العزيز.